سعيدة بالله بالحلال زي العسل دول، سعيدة بيك جدا بصراحة، وبشكر أولياء الأمور شكر يعني جميل جدا، منتهي الشكر ليكم إن أنتوا بتهتموا بولادكم، إن أنتوا بتنموا الإبداعات والابتكارات عند ولادكم، وإن أنتوا بتنصحوا بتفكيرهم. ويمكن أنا سعيدة أكتر وجاية مخصوص عشان هذه المسابقة العالمية، لأن المسابقة دي هي مش مجرد مسابقة، مش عادية، ومش مجرد إن هو موضوع بنسقف وولادنا فاز، لا 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 بالعكس. أولا هذه المسابقة هي بداية، أو هي فعلا الطريق اللي ماشية بيه وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي، اللي هو إن الطفل يتربى على إنه بيفكر، مش هو ده اللي احنا اللي الوزارة بتنشد له، وهو ده طريقنا في الوزارة الآن، إن احنا آن الأوان إن الولاد يستخدموا اللي بيدرسوه في طريقة تفكيرهم، وخاصة في الرياضيات. يعني واحد يجي يقول إيه؟ إيه ده؟ هي الرياضة بتنفع الطفل في إيه في حياته يعني؟ بالعكس، ده الرياضة هي قمة أو بداية إن الطفل يعرف يفكر. هقول لكم حاجة، أنا وأنا طالبة في ثانوي ما انساش ابدا كان عندنا مدرس رياضيات محترف. شوفوا بقى انا فاكراه من وانا طالبه، شوفوا عمره قد ايه. كان يجي يقول ايه بنفس النص كده، وهي دي المسابقه اعتقد، بدون ما ادخل او بدون ما اعرف ايه الاسئله، بس هو زي كده يقول انت عايز تروح مكان، عايز توصل لمكان، والمكان ده ممكن توصل له عن طريق شارعين جانبيين، وفي شارع مستقيم بيوصل على المكان، تمشي تروح له منين؟ كان سؤال يعني عادي جدا، انت عايز تروح البيت، في شارعين جانبيين همشي فيهم اوصل للبيت، وفي شارع مستقيم. يقول تعرف منين؟ هتعرف من قاعده هندسيه اللي هي بتقول ايه؟ بتقول ان مجموعه اي ضلعين في المثلث اكبر من ضلع التاني. يعني مهما عملت لو مشيت في الشارعين هيبقوا اطول من الشارع الايه؟ المستقيم. يبقى انت لو مستعجل خد الشارع المستقيم. معايا؟ لا الرياضيات، ودي لحد النهارده بص انا كبرت قد ايه وما انساهاش، وانا سايقه عربيتي اقول ايه؟ لا الشارع المستقيم سالك يبقى امشي فيه. انا لو دخلت شوارع جانبيه مهما كانت هتبقى ايه؟ اطول. منين؟ من القاعده الهندسيه اللي قالها لي مدرس الرياضيات بتاعي في يوم من الايام. فده اللي احنا عايزين ولادنا يتعلموه، ان انا لما باخد درس او بدرس قاعده او بدرس معلومه اتعلم منها ان انا افكر في حياتي.